His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa today patronized in the presence of His Royal Highness Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, the Crown Prince and Prime Minister. The ceremony held at Sakhir Palace on the occasion of the Kingdom of Bahrain's celebration of its national days, the anniversary of His Majesty the King's accession to the throne, and the accompanying national events. On arrival at the Sakhir Palace, the artillery fired 21 rounds to salute His Majesty the King, who was accompanied by a constellation of cavalry. The national anthem was played and Holy Quran verses were recited. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. سيدي صاحب السمو الملك His Majesty King Hamad then delivered a keynote speech. آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. أصحاب السمو أصحاب المعالي والسعادة أيها السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكل عام وأنتم بخير. يشرفنا أن نرحب بكم أجمل ترحيب في هذا الاحتفال الذي يقام بمناسبة العيد الوطني المجيد لمملكتنا الغالية والتي نسأل الله لها دوام التوفيق والازدهار والتطور في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله. خير ما نبدأ به تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ علي صلاح عمر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. الكلمة السامية لسيدي حضرة صاحب الجلالة. His Majesty King Hamad delivered the keynote speech. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، نرحب بكم جميعا أجمل ترحيب، ونتوجه إليكم وأهلنا الكرام بخالص التهنئة في ذكرى العيد الوطني المجيد، داعين الله سبحانه أن يعيد على أسرتنا البحرينية الواحدة بمزيد من الرخاء والطمأنينة، لتواصل مسيرتنا الوطنية تقدمها جيلاً بعد جيل، وهي تجسد آمالنا وطموحنا من أجل الأفضل والأجمل لمستقبل مملكتنا الحبيبة. وفي هذا اليوم الخالد في تاريخ الوطن، تتجدد مشاعر الفرح بحس المسؤولية، إلى جانب الشعور بالثقة في تصاعد البناء، وبالفخر بما تنجزه التجربة البحرينية الملتزمة باستقرار وتطور مؤسساتها، وبترسيخ أمنها وحفظ استقرارها صوناً وإعلاءً للمصلحة العليا للبلاد. ويسعدنا في مثل هذه المناسبة الطيبة أن نعرب عن عظيم الاعتزاز بما نشهده من
حماسة وطنية ونشاط ميداني منظم للحفاظ على موقع البحرين وإمكاناتها المتطورة حضارياً وبشرياً، ضمن مسيرة وطنية تشمل كل من ينتمي إلى هذا الوطن الغالي بالرعاية والخير والمحبة. ونتوجه بذات الاعتزاز والتقدير لرواد العمل الوطني الذين نشد على أيديهم بكثير من الشكر والامتنان لبذلهم المخلص وعملهم المثمر سيراً على نهج روادنا الأوائل بنات هذا الوطن العريق الذي بزغ فجر مجده وشعت أنوار نجاحاته منذ أكثر من قرنين. وها نحن نشهد معكم اليوم حصاد ما زرعوا لنكمل المسير بذات العزم والثبات على دروب العزة والرفعة. وفي الختام، فإن رسالة البحرين وشعبها في هذا اليوم المجيد هي أن ينال الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه كاملة كما سائر الشعوب، وذلك بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس. وعلى الدول الفاعلة والمؤثرة أن تبدأ باتخاذ الخطوات المؤدية لتحقيق هذا الهدف النبيل. دعينا المولى عز وجل أن يديم الخير الجزيل على البحرين وأهلها وأجيالها المقبلة الذين هم موضع الأمل والرجاء، لتبقى كما هي دائماً وطناً زاهراً للجميع مواطنين ومقيمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية وسام البحرين الدرجة الأولى سعادة السيد رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين. His Majesty the King then conferred medals of national action pioneers. The list included Fawzi Abdullah Zainal, Rashid bin Muhammad al-Mi'raj, Brigadier General Adil Abdullah Bani Hamad, Brigadier General Dr. Sheikh Fahad bin Khalifa al-Khalifa. Brigadier General Fawaz Hassan Isa Al-Hassan. Sheikh Khalid bin Rashid bin Abdullah Al-Khalifa. Colonel Muhammad Mubarak Al-Rumayhi. Warrant Officer Hassan Ali Al-Jasir Al-Marri. Dr. Abdurrahman Muhammad Bahar. Sheikh Khalifa bin Ali Al-Khalifa. Dr. Khalifa bin Ali Al-Fadl. وكيل التخطيط والدراسات والمتابعة وسام الكفاءة. السيد محمد Mr. Muhammad Saif Sheikhan. نائب رئيس المراسم الملكية وسام الكفاءة. سعادة الشيخ شيخ مشعل بن محمد Al-Khalifa. وكيل وزارة الأشغال وسام الكفاءة. السيد Mr. Khalil Abdul Rasul Bouchiri. وكيل وزارة مجلسي الشورى والنواب وسام الكفاءة. السيدة
مثل سحر راشد المناعي وزارة التنمية الاجتماعية وسام الكفاءة الدكتور محمد غسان دكتور محمد غسان شيخو مملكة البحرين لدى جمهورية الصين الشعبية وسام العمل الوطني السيدة مسز باتسي بنت ماثيسون عبد الرحمن عضو سابق لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وسام العمل الوطني السيدة شهناز جابر حاجي عضو سابق لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وسام العمل الوطني السيد عبد الوهاب يوسف الحواج جمال عبد الوهاب يوسف الحواج حمد للتعايش السلمي وسام العمل الوطني السيد خالد محمد نجيبي النائب الأول لرئيس الغرفة التجارية غرفة تجارة وصناعة البحرين وسام العمل الوطني السيدة سلوى بخيت إدريس بخيت وسام العمل الوطني السيد جاسم أحمد بوصالح مستر جاسم أحمد بوصالح الحكومية وسام العمل الوطني سعادة الشيخ معاذ بن دعيج آل خليفة مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف بجهاز الخدمة المدنية وسام العمل الوطني السيدة نوال عبد الكريم بوشيري مدير عام شركة دار الخليج الهندسية وسام العمل الوطني السيد محمد صالح الكعبي عام بالديوان الملكي وسام العمل الوطني السيدة عصمت جعفر أكبر المدير العام للإطار الوطني للمؤهلات والامتحانات الوطنية بهيئة جودة التعليم والتدريب وسام العمل الوطني السيدة عفاف عبد الله زين العابدين نائب الرئيس التنفيذي بالوكالة للدعم المؤسسي ورئيس الشؤون المالية بشركة بابكو للتكرير وسام العمل الوطني السيد مستر عبد العزيز محمد الأشرف الوكيل المساعد للرقابة والموارد بوزارة الصناعة والتجارة وسام العمل الوطني السيد نواف السيد هاشم السادة الوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني وسام العمل الوطني السيدة منيرة أحمد فخري الوكيل المساعد للموارد والخدمات مكتب رئيس مجلس الوزراء وسام العمل الوطني المهندسة بلسم علي السلمان الوكيل المساعد للشؤون الهندسية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني وسام العمل الوطني الدكتورة راوية خليفة المناعي الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة شؤون البلديات والزراعة وسام العمل الوطني الدكتورة إجلال فيصل العلوي الرئيس الأولية بوزارة الصحة وسام العمل الوطني السيد علي محمد الهاجري مستر علي محمد الهاجري لمكتب سمو وزير شؤون الديوان الملكي وسام العمل الوطني السيد راشد أحمد عامر الرميحي مدير تنفيذي بالديوان الملكي وسام العمل الوطني السيد مشعل عادل يوسف العياضي مستر مشعل عادل يوسف العياضي مكتب الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم وسام العمل الوطني السيدة مسز نسرين عبد الرضا علي مديرة مدرسة زنوبيا الإعدادية للبنات بوزارة التربية والتعليم وسام العمل الوطني المهندسة نيلة أحمد السيد مسز نيلة أحمد السيد التنفيذي لإدارة المشاريع وسام العمل الوطني السيد علي حسن أحمد مستر علي حسن أحمد لتطوير البرامج والشراكات بصندوق العمل تمكين وسام العمل الوطني الدكتورة دكتور فوزية يوسف الجيب مستشار رئيس مجلس الشورى وسام العمل الوطني الدكتور دكتور عمر أحمد العبيدلي مدير إدارة الدراسات والبحوث بمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات
وسام العمل الوطني. المستشارة إيمان كانسلر إيمان جعفر العرادي. إدارة المعاهد والاتفاقيات الدولية والعقود بهيئة التشريع والرأي القانوني وسام العمل الوطني. السيد محمد إبراهيم العامري. مستر محمد إبراهيم العامري. تابع بجهاز المساحة والتسجيل العقاري وسام العمل الوطني. السيد مساعد سلمان مسعود. مستر مساعد سلمان مسعود. والتسويق بوزارة شؤون الشباب وزارة وسام العمل الوطني. المهندس ياسين. مستر حسن ياسين السيد. نظم الملاحة الجوية بقطاع شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات وسام العمل الوطني. السيد هشام. مستر هشام أحمد الرئيس. الرئيس التنفيذي لمجموعة GFH وعضو مجلس الإدارة وسام العمل الوطني. السيدة ليندا. مسز ليندا محمد جناحي. مجلس التنمية الاقتصادية وسام العمل الوطني. السيدة. مسز وسن سيد الخزاعي. إدارة حوكمة المنظومة الصحية بالمجلس الأعلى للصحة وسام العمل الوطني. السيدة نورة. مسز نورة أحمد البلوشي. مدير إدارة التخطيط والسياسات والمتابعة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة وسام العمل الوطني. السيد مستر علي موسى محمد. محمد مسؤول مكتب المتابعة بديوان سمو ولي العهد وسام العمل الوطني. السيدة مسز أفشان بارفين أختر. رئيس الشؤون القانونية وسكرتير مجلس الإدارة شركة بابكو للتكرير وسام العمل الوطني. السيد محمد مستر محمد علي أحمد. رئيس شعبة الأنشطة الرياضية عبد الرحيم. بعمادة شؤون الطلبة بجامعة البحرين متقاعد وسام العمل الوطني. السيد فهد مستر فهد أحمد الخلفان. مدير شؤون الإسكان والأملاك مجلس العائلة المالكة متقاعد وسام العمل الوطني. نايلة أحمد عبد الرحمن السيد delivered a statement on behalf of the honorees in which she expressed deepest pride in His Majesty the King's patronage of the auspicious National Day and the anniversary of His Majesty's accession to the throne celebration, as well as honoring of national work pioneers. She indicated that since His Majesty the King's accession to the throne, Bahrain has attained wide-ranging achievements. She asserted that the annual royal honoring of the distinguished national action pioneers is an impetus for them to be more dedicated to serving the nation and raising its flags at all international gatherings so that Bahrain always remains at the top across various fields. She extended deepest thanks, appreciation and gratitude to His Majesty the King for honoring the National Action Pioneers on this cherished national occasion. She also extended sincere congratulations to His Majesty King Hamad on the glorious national days, wishing His Majesty the King abundant health, happiness and long life. ونهنئ الوطن بأكمله فإنه اليوم الوطني الذي تجمع عليه كل أبنائه الذين يفتدون ترابه. صاحب الجلالة، إن اعتزازنا وفخرنا لا حدود له، ونحن نتشرف ونتسلم من يدي جلالتكم الكريمتين الأوسمة، وأي تقدير أعلى من أن نقف أمام جلالتكم وأنتم تقودون هذا الوطن العزيز وتبنون حضارته الحديثة. فمنذ بداية تحديث الدولة في عهدكم الزاهر وشعب البحرين الأبي يخطو بثبات وثقة وهو يتطلع إلى غد مشرق، وقد استطاع بفضل من الله وجهد المخلصين كافة رجالا ونساء شيبا وشبانا من تحقيق ذلك النجاح الكبير في زمن قياسي يدفعنا إلى أن نبني عليه بعزم وثقة ما نريده معاً للبحرين الحبيبة. إننا يا صاحب الجلالة عشنا مع جلالتكم أياماً جميلة، ونؤمن أن أجمل الأيام هي التي نحن مقبلون عليها معكم أيضاً يا صاحب الجلالة. إننا يا سيدي ونحن شريحة تمثل شعب البحرين الوفي لنثمن ونقدر تقديراً عالياً
اهتمام ورعاية جلالتكم السنوية للمتميزين من أبناء هذا الوطن الذين يمثلون الثروة الحقيقية لبناء المجتمع واستثمار لقدراتهم بالمشاركة في بناء وتطوير الحياة العامة فيه. وفي الختام، فإننا نرفع إلى مقام جلالتكم السامي أخلص آيات الشكر والثناء والامتنان مقرونة بالتهنئة العطرة والتبريك بهذا اليوم الأغر. أعادكم الله على أمثاله سنين عديدة باليمن والبركات. حفظكم الله ورعاكم قائداً لنهضة الوطن، وأدامكم ذخراً وسنداً وعزاً وفخراً لمملكتنا وأهلها الكرام الأوفياء، وحفظ البحرين وأدام عليه عزها ورخاءها تحت قيادتكم الحكيمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa received a telephone call from the President of the State of Palestine, Mr. Mahmoud Abbas. President Abbas congratulated His Majesty King Hamad on the occasion of the Kingdom of Bahrain's celebration of its national days, the anniversary of His Majesty the King's accession to the throne, and the accompanying national events. His Majesty the King and President Abbas discussed the security situation in the state of Palestine and the ways to use all the means to ensure the safety and protection for the Palestinian civilian population. His Majesty the King affirmed that the Palestinian people, like other people, deserve their full rights to establish their independent and fully sovereign state with East Jerusalem as its capital, stressing that influential countries should begin taking steps towards the achievement of this noble goal. His Majesty the King expressed deepest thanks and appreciation to the Palestinian president for his warm sentiments, wishing him abundant health and happiness. In line with an order of His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, the royal court has mourned the death of the Emir of Kuwait, His Highness Sheikh Nawaf Al Ahmed Al Jaber Al Sabah. His Majesty the King paid tribute to the late Emir of Kuwait, who spent a life full of achievements in serving his people as well as the Arab and Islamic nations, extending condolences to As-Sabah family and the people of Kuwait. The royal court reiterated the kingdom's support to Kuwait and the Kuwaiti people in these painful circumstances, praying to Allah the Almighty to bestow upon the deceased his unlimited mercy and embrace his soul in his vast paradise. In line with an order by His Majesty the King, an edict has been issued declaring a 3-day official mourning period with Bahrain's flags flown half-mast in all official institutions in the kingdom starting today, Saturday. And in the implementation of the order of His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa to declare a state of mourning for the late His Highness Sheikh Nawaf Al Ahmed Al Jaber Al Sabah, the Emir of Kuwait, it was decided that all Bahrain holiday season activities scheduled for this evening and the following 2 days will be postponed and shall resume on December the 19th. Thus, all activities of the Heritage Village, the Festival City, and Muharraq Nights will be postponed and closed to the public until the end of the official mourning period. It was also decided to postpone the fireworks displays scheduled to celebrate the National Day this evening at the Bahrain International Circuit until Friday, December the 22nd, and more details will be announced at a later time. The Emiri Court of Kuwait has announced today the passing of His Highness the Emir, Sheikh Nawaf Al Ahmed Al Jaber Al Sabah. The Emiri Court stated that with deep grief and regret, the country mourns with the Kuwaiti people, the Arab and Muslim nations and friendly people, the demise of His Highness the Emir, Sheikh Nawaf Al Ahmed Al Jaber Al Sabah, who passed away today. The court said it prayed to Allah the Almighty to bestow upon the deceased his unlimited mercy and embrace his soul in his vast paradise. Kuwait's Prime Minister, His Highness Sheikh Ahmed Nawaf Al Ahmed Al Sabah, chaired an extraordinary cabinet meeting following the passing of His Highness the Emir of Kuwait. In the meeting, Kuwait's Prime Minister mourned the late Emir and paid tribute to his achievements following a journey of dedication and loyalty to his nation and his people. With great sorrow, the Kuwaiti cabinet expressed deepest condolences with the passing away of His Highness Sheikh Nawaf Al Ahmed Al Jaber Al Sabah, the leader of Kuwait's march. His Highness the Kuwaiti Prime Minister said in a somber tone, the cabinet recalled the sacrifices of the deceased during his life for the sake of the development of the nation in all the fields and in the services of the country and the people. In a statement following Kuwait's Prime Minister's mourning of the late Emir, Kuwait's Deputy Prime Minister and Minister of State for Cabinet Affairs, Minister of State for National Assembly Affairs, Isa Al-Kindari, declared that in line with the Kuwait's constitution, His Highness the Crown Prince, Sheikh Mish'al Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, would be the Emir of the State of Kuwait. Minister Al-Kindari announced that an official 3-day national mourning would start tomorrow Sunday and end on Tuesday, December the 19th, in addition to a 40-day mourning period.
He prayed to Allah the Almighty to bestow His blessing upon His Highness Sheikh Nawaf al-Ahmed al-Jaber al-Sabah, who was well known for his wisdom and dedication for his nation and people. The Shura Council Chairman, Mr. Ali Saleh Saleh, expressed his deepest condolences and sincere sympathy to the state of Kuwait and its brotherly people on the sad demise of the late His Highness Sheikh Nawaf al-Ahmed al-Jaber al-Sabah, the Emir of the state of Kuwait, who devoted his efforts to the renaissance and prosperity of Kuwait. The Shura Council Chairman sent a cable of condolence to the Speaker of the National Assembly of the state of Kuwait, Mr. Ahmed al-Saudun, including sincere condolences and sympathy for the deceased of Kuwait and the Arab and Islamic nations. He prayed for his soul to rest in eternal peace and affirmed faith in the leadership of Kuwait. As-Saleh prayed to Allah the Almighty to protect Kuwait and its people. The Shura Council Chairman sent a similar cable of condolences to Sheikh Thamer Jaber al-Ahmed al-Sabah, the ambassador of the state of Kuwait to the Kingdom of Bahrain. Today, the state of Kuwait lost the late Emir Nawaf al-Ahmed al-Jaber al-Sabah, who dedicated his life for Kuwait and its people. Sheikh Nawaf al-Ahmed al-Jaber al-Sabah was the 16th Emir of the country. He was born on the 25th of June, 1937 in Kuwait. The sixth son of Kuwait's 10th ruler, Sheikh Ahmed al-Jaber al-Mubarak al-Sabah. Sheikh Nawaf assumed many important positions with his political work beginning in 1962 when he became the governor of Hawali. In 1978, he took up the portfolio of the Ministry of Interior and assumed the position of Minister of Defense in 1988. In 1991, with the formation of the first Kuwaiti government after the liberation of Kuwait and the return of legitimacy, Sheikh Nawaf was assigned the portfolio of the Ministry of Social Affairs and Labor. In 1994, he assumed the position of Deputy Chief of the National Guard for 9 years. In 2003, Sheikh Nawaf returned to take over the portfolio of the Ministry of Interior, and in the same year, an Emiri decree was issued, appointing him as First Deputy Prime Minister and Minister of Interior. In February 2006, the Emir of Kuwait issued an Emiri decree recommending and appointing Sheikh Nawaf as Crown Prince. A number of Arab countries born the late Emir Sheikh Nawaf al-Ahmed al-Jaber al-Sabah, the Emir of Kuwait. The Kingdom of Saudi Arabia mourned the late Emir of Kuwait and the custodian of the two holy mosques, and his crown prince affirmed that the Kingdom of Saudi Arabia and its people share the sorrows of the brothers in the state of Kuwait, and they pray to Allah the Almighty to grant the al-Sabah family and the brotherly Kuwaiti people patience and solace in this great affliction. The United Arab Emirates announced general mourning in the country for a period of 3 days, starting today, with flags to be flown at half-mast inside the country and at embassies and diplomatic missions abroad. The Sultanate of Oman announced official mourning, flags flying at half-mast, and the suspension of work in the government and private sectors for a period of 3 days, starting today. The state of Qatar also mourned the late Emir Sheikh Nawaf al-Ahmed al-Jaber al-Sabah, and a statement issued by the Qatari Emiri Diwan said that the Emir of the state of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, mourned the late Emir of the state of Kuwait. A statement from the Jordanian Royal Hashemite Court said that King Abdullah II expressed his sadness at the death of the late Emir, offering his condolences to al-Sabah family and all the Kuwaiti people. Jordan said it considered the late Emir Sheikh Nawaf al-Ahmed to be an Arab leader who devoted his life to serving his country
its people and its nation. The Arab Republic of Egypt declared 3 days of mourning throughout the Republic for the passing of His Highness Sheikh Nawaf al-Ahmad al-Sabah. The Egyptian presidency said the late emir was supportive of the Arab and Islamic nation, keen on its affairs, and gave a lot of effort and generosity to his country and to the nation. The United Kingdom mourned the death of the late emir, recalling his efforts in promoting relations between the two countries. Meanwhile, a number of Arab regional and international entities mourned the emir of Kuwait, His Highness Sheikh Nawaf al-Ahmad al-Jaber al-Sabah. The General Secretariat of the GCC Cooperation Council recalled the good virtues of the late emir, praising the culmination of His Highness's journey of pure love, abundant respect for its people, and great giving to the Arab and Islamic nations. The Arab League expressed its sincere condolences to Kuwait, its leadership, government, and people, and to the entire Arab nation on the death of the late emir, considering the deceased a symbol of tolerant humanity. The Organization of Islamic Cooperation expressed its sincere condolences to the Honorable al-Sabah family and to the people of Kuwait on the death of the emir, stressing that His Highness represented one of the basic pillars of security and stability in Kuwait and was a strong supporter of joint Islamic action. Al-Azhar al-Sharif mourned His Highness the emir, noting that the deceased spent his entire life serving his people and his country and supporting the issues of the Arab and Islamic nations. The Arab Parliament confirmed that the Arab and Islamic nations lost one of their men, stressing that the deceased was a wise leader who pushed his country towards achieving a renaissance of pioneering achievements. The Muslim World League praised the career of the emir, full of achievement and giving, extending its sincere condolences and sympathy to the Arab and Islamic